نحن الآن في قطعة أرض مساحتها 30 فدان تم استئجارها لصالح جمعية عمر بن عبد العزيز الخيرية، ومن أعمالها ونشاطها إحلال المساجد وتجديدها ومساعدة الفقراء وتوصيلات المياه إلى البيوت المحرومة من مياه الشرب. وقد تطور العمل في الجمعية بفضل الله وبحمده، فتم استئجار قطعة أرض 30 فدان اللي احنا فيها الآن، ويتم الآن إعدادها لزراعتها بالخضار من بطاطس وطماطم وباذنجان وخيار وفلفل، على أن يوزع ناتج هذه الأرض على الأسر الفقيرة المحتاجة التي لا تستطيع أن تشتري متطلباتها لتخفيف أعباء الحياة عنهم. والجمعية أخذت الأرض إيجار من أصحابها وتدفع الإيجار. يقول الحبيب المصطفى: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه الأرض ستطعم الفقراء، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. أول أنواع السرور الذي تدخله على مسلم: أشبعت جوعته، وسترت عورته، وقضيت حاجته. اعلموا أيها الإخوة الكرام أن إطعام الطعام من الصدقات الجارية. قال صلى الله عليه وسلم: اللقمة في بطن الجائع تستغفر لصاحبها إلى يوم القيامة. أهلا بحضراتكم مرة أخرى في دنيا ودين. شفنا مع بعض التقرير، مؤسسة عمر ابن عبد العزيز بيقولوا إن تم استئجار 30 فدان. تخيلوا زمان أيام جدودنا يعني كانت الطماطم والبتنجان والخيار دي بتتهادى كده، يعني ما يعني صعب إن حد مثلا يقول لك ببيع خضار تلاقي اللي عنده كذا بيودل. لكن دلوقتي طبعا الزمن اتغير تماما، ففكرة إن يكون عندنا 30 فدان هيكون مزروعين خضروات علشان مساعدة الناس، أعتقد ده في حد ذاته قمة جبر الخواطر زي ما بنتكلم مع الشيخ يسري. وهنكمل مع بعض مع شيخنا الغالي والجليل الشيخ عيد إسماعيلي. أهلا بحضرتك يا مولانا. أهلا وسهلا دكتور محمد. بارك الله فيكم، منورنا في دنيا ودين. أعزكم. وزي ما حضرتك شفت كده التقرير إن مؤسسة عمر بن عبد العزيز تم استئجار 30 فدان وتم زراعتهم بالفعل وشغالين في الزراعة. أنت عارف طبعا زراعة الفدان واحد تكلفته صعبة. ففكرة إن يكون عندنا حوالي 30 فدان يتم زراعتهم خضروات بأشكال مختلفة بحيث إن احنا نوزعهم على أهالينا وحبايبنا اللي محتاجين، شيء يعني يوضح قد ايه في تكاتف وفي ود وفي تراحم بيننا وبين بعض. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والحوض والكوثر، ما اتصلت عين بنظر وما وعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا عدد أنفاس البشر وحبات المطر وعدد قطرات الماء وذرات الرمال، وعدد من صلى على سيدنا محمد والسلام. وعدد من لم يصلي على سيدنا محمد، وعدد الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. واجعل اللهم لنا من بركات الصلاة والسلام على سيدنا محمد من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقنا من بركاتها سترا وقبولا وتوفيقا وسدادا ونجاحا وفلاحا وعافية يا رب العالمين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. أستاذنا الكريم، ما أعظم أن تكون إنسانا يعطي هذا الكون أفضل ما عنده. لماذا سمانا ربنا سبحانه وتعالى خير أمة أخرجت للناس؟ قال في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن هذه الخيرية جاءت من أمرنا بالمعروف ونهينا
عن المنكر وإيماننا بالله تبارك وتعالى. جميل. من الأمر بالمعروف أن يحث الإنسان أخاه الإنسان المسلم على أن يقدم لنفسه صدقة يلقى بها وجه الله تبارك وتعالى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. خاصة إذا كان هذا المشهد الذي رأيناه الآن، وسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما تحدث عن القيامة قال: إذا قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. لماذا؟ مع أن القيامة قامت. صحيح. نحن ما علينا إلا الغرس. أما الإنبات وصاحب القدرة المطلقة في أن يخرج هذا الغرس وثمرته وما ينتج بعد ذلك هو الله سبحانه وتعالى. عليك الأذان وعلينا البلاغ. أحسنت. إذن أنا آخذ بالأسباب. فحينما أغرس غرسا كما قال من قبلنا من الصالحون: غرس من قبلنا فأكلنا ونغرس نحن فيأكل من بعدنا. صحيح. إذن الإنسان لابد أن يكون له يد خير. ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة إلى يوم القيامة. فتخيل حضرتك أنه لما يغرس في هذه الأرض، ما هو ده منفعة لبلدنا مش كده ولا إيه؟ ومنفعة للناس الفقراء والمساكين والمحتاجين، يأخذون من خير هذه الأرض ويأكلون ويقتاتون كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. القضية هنا أن الإنسان بطبيعته يحب الخير لنفسه. تمام. وذلك ربنا لما ضرب المثل قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خصاصة يعني إيه خصاصة؟ يعني شدة الحاجة. سبحان الله. ومعادلة عجيبة جدا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ألهلنا. قال لنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. خلاص كده؟ بعدين يديك معادلة من أخطر ما يكون، يقول لك: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. إزاي المعادلة دي؟ ده هو أصلا قدر عليه رزقه. صحيح. كده؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. سبحان الله. سبحان الله. الإنسان بطبعه بيحب الايه؟ المال. يحب يكنزه. خلاص. لما يضيق على الإنسان رزقه، المعادلة العجيبة والغريبة في القرآن إن ربنا سبحانه وتعالى يدلك على شيء خارج نطاق التفكير. يقول لك: ومن قدر عليه رزقه فلينفق. صحيح. إذن الإنفاق بيجلب لك الإيه؟ طبعا. الخير. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مما تحبون. الله يفتح عليك. ومما تحبون كمان تحديدا. طبعا. تخيل. يعني لأن الإنسان ممكن يقول: لا أنا هذه الجبة أجمل ما عندي. خلاص. أجمل ما عندي. أجمل ما عندي. فلا أنا أستأثر بها لنفسي. بالزبط. وأجيب حاجة من اللي أنا مش محتاجها اللي خلاص وتصدق عفى بي. عليها الزمن وأقول لها هطلع دي. مش عيب أنك تطلع صحيح، بس تطلع من اللي أنت أيضا بتحبه يعني. نعم. أحسنت. وذلك حضرتك لو تذكر سيدنا عبد الرحمن بن عوف. سيدنا عبد الرحمن بن عوف تحول في لحظة من لحظات التاريخ إلى رجل هو من أثرى أثرياء الأمة. تعرف بيقولوا لي في الكنترول عايزينك تربط بين دلوقتي والتاريخ مع الشيخ ودكتور نعير إسماعيل. فهم لسه بيقولوا حضرتك بتضرب المثال الرائع. الله سبحان يفعل. الله. سبحان الله. هي القلوب تلاقت على حب الله. صحيح. وفي طاعة الله. سأل الله القبول يا رب. يا رب. سيدنا عبد الرحمن بن عوف من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غنى وثراء. جميل. لدرجة أنه قسم قسمة لآل بيت سيدنا محمد. تخيل. يعني يتصدق على أزواج سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. مش صدقة بمعنى كده. أيوة. لكن هدية.
وكان ممن ناله هذه القسمة سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عثمان اللي هو أغنى أغنياء الأمة طبعاً طبعاً، بيقسم له من مال سيدنا عبد الرحمن بن عوف. طب سيدنا عثمان بن عفان كان ممكن ياخد لقطة هنا جميلة، أيوة. يقول لك لا أنا عندي مال، فخدوا المال ده وزعوه على الفقراء. لا، قال لهم عبد الرحمن بن عوف قسم لي مالا 40 دينارا من مالي. قالوا نعم. قال أتوني بهم فإنها من حلال. الله، هتولي المال ده أنا محتاجه. سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، تخيل حضرتك 700 جمل محمل بالأطعمة وبالكل ما تحتاجه كمان الناس والفقراء والمساكين، يدخل بها على فقراء المدينة ويوزعها جميعا لوجه الله. الله. المدينة كلها خارجة سمع صوت زلزال بيرج المدينة، فخرج يشوف صوت الزلزال جاي منين الزلزال، فوجدوا أن قافلة عبد الرحمن بن عوف محملة ب900 جمل محمل بالدقيق والشعير والزيت والسمن والزبيب، كل ما تحتاجه الناس. طيب يعمل ايه فيهم؟ ويجيلوا التجار من كل مكان. تمام. يا عبد الرحمن بن عوف، انا نعطيك الضعف ضعفين. قال لا، هناك من اعطاني ما هو اكثر من ذلك. تمام. قالوا فثلاثة. قال زادني غيركم. لا لا. اربعة. قال زادني غيركم. خمسة، ستة، سبعة، تسعة. قال زادني غيركم. قالوا كيف؟ لا يوجد في المدينة من يستطيع صحيح أن يعطي أكثر منا. قال ربي أعطاني 10. الله. أنفق 700 جمل بما فيها وما عليها، بص بقى، بأحلاسها حتى الحبل اللي رابطين بيه الجمل. قال كلها لله. كلها لله. الغريب انه طيب احنا لو بنفكر بتفكيرنا العادي، أيوة، اقول اوزع 700 قافلة واخد 700 جمل، مش كده ولا ايه؟ يعني اوزع الصدقات واخد العربيات ادخلها الجراج طبعاً، عشان لما احب اشتغل تاني يوم اعمل ايه؟ اطلع الجمل واحط عليه القافلة واروح اسافر. صحيح. لا، انه تصدق بها كلها لوجه الله تبارك وتعالى. يا الله على الكرم، ايه الجمال يا الله. ناس كانت بتحب ربنا بصدق. لسه هقول لك ايه اللي موصل عبد الرحمن بن عوف للمرحلة دي، مع انه بشر زينا، بشر يعني. انا هقول لحضرتك حاجة من خلال دراستي لشخصية سيدنا عبد الرحمن بن عوف التاريخية رضي الله عنه وارضاه عن دائما سائر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انه اصبح بدلا من حب العطاء عند سيدنا عبد الرحمن بن عوف، اصبح عطاء الحب. حب العطاء، اصبح عطاء الحب، قدم العطاء قبل الحب كمان. احسنت. تمام. هو تحول عنده انه كان بيحب يعطي الى انه اصبح يعطي الحب للناس قبل المال. الله الله. من شدة تعلقه بالله وتصديقه ما عند الله، لدرجة انه كان يقول كنت اظن انني لو رفعت حجرا في الطريق وجدت تحته ذهبا او فضة. يا سبحان من الله. كثرة الخير الذي يأتيه. يا الله. سيدنا عبد الرحمن بن عوف حول الرسالة، المال تحول عند عبد الرحمن بن عوف من حب المال إلى الخوف من المال. الخوف من المال. فأصبح كل ما يكتر ماله يقسمه في سبيل الله. سبحان الله. يقسمه يعني أربع مرات في حياته يقسم المال شطرين، حتى لا يكون فتنة. حتى لا يكون فتنة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول لك أي سورة التوبة عظيمة جدا، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، شوف المقابلات، آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره
والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. الآية دي حينما تقراها تردك. صحيح. هي الدنيا دي تساوي ايه؟ لما الاقي باب خير، ايوه، وباب معروف، وباب بر، وباب صدقة تضاعف لي عند الله تبارك وتعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. الله أكبر، وإليه ترجعون. في النهاية مرجعك إلى من؟ إلى الله. إلى الله. ده شوف شوف الجمال. من ذا الذي يقرض الله؟ تعبير عجيب. هل ربنا يحتاج إلى من يقرضه؟ لا طبعا. إنه أكرم الأكرمين. طبعا. سيدنا أبو بكر كان يقول هذا ماله، هذا ماله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هو مال الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هو قرض في الظاهر إنك بتعطي، لكن أنت تأخذ. دي حقيقة. أنت تأخذ. دي حقيقة. أنت تمد يدك إلى المعروف فتمتد يد الخير من الله إليك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وأزواجكم، شوف بقى القرآن الكريم، آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، اللي هم أقرب الناس، أقرب لينا. الناس ليك. لينا. ده خلي بالك العصر. عشان ربنا يقول لك إن دول الفتنة. أيوة. سبحان إنما الله. أموالكم وأولادكم إيه؟ فتنة. والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم. فيقول وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، انت خدت مال، جمعت مال، فده فتنة برضه. وحضرتك بتقرأ الآيات يعني، وبصيت كمان كده، حسيت احنا عايشين بمبدأ ازاي معظمنا يعني. نعم. خلينا اتكلم عن نفسي، ان سبحان الله الحياة والبقاء مفروض هي في الآخرة. الله. اللي هيعيش 10، اللي هيعيش 20، اللي هيعيش 50، اللي هيعيش 100 سنة هيكون آخره إيه؟ كده كده كله مسافر، وكله واخد تذكرته، وكله هيرحل. لو الدنيا على إيد، خلينا نقول، أو الحياة على إيد اليمين والآخرة على إيد الشمال، عفوا في التشبيه واللي أنا بعمله، إحنا عاطين ظهرنا كده. أحسنت. عاطين ظهرنا وده منسي. نعم. ده منسي. نعم. تمام. وكده كده مودعين والله. لما تشوف مشهد حد على الغسل كده على الطاولة أو على الترابيزة، أي والله، وقتها بتتأثر، لكن بعد كده والله يا مولانا بننسى كل حاجة، بننسى إن في حاجة اسمها آخرة، ونرجع تاني نتخانق مع بعض على ميراث، نرجع مع بعض أنت قلت عليا، نرجع مع بعض نتخانق في وظيفة، نرجع أنت أنا أولى منك، نرجع الشح والبخل اللي أنا لو طلعت جنيه من جيبي حاسس المال هينقص. حسنت. عندنا كده زي يعني أهلنا زي ما بيقولوا، أنت عندك إيه؟ عندك حب وشراهة للحياة والمال بطريقة غير عادية، وكأن الإنسان مخلد ومعمر فيها للأسف. وتحبون المال حبا جما جما. شوف الآية اللي بعدها بتقول إيه؟ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. يا ليتني قدمت لحياتي. الآية دي ذكرت بعد إيه؟ وتحبون المال حبا جما وتأكلون التراث أكلا لما. صحيح. وتحبون الميراث. سبحان وتحبون الله. المال حبا سبحان جما الله. فربنا يعمل لك الصدمة. تعال أنت بتدور على إيه؟ الحقيقة أهي، لما تروح هناك
يقول يا ليتني قدمت لحياتي. أمال أنت كنت فين؟ ربنا يكرمك يا شيخ عيد، ربنا يحفظك يا رب. يا ليتني قدمت لحياتي، كل واحد هيشيل شيلته، مفيش حد هيتحاسب عن حد، لا أب هيتحاسب عن ابن ولا ابن اللي هو أقرب حاجة ليك، وإنك مستعد بالفعل واحد ممكن يموت نفسه والله عشان خاطر بنته أو ابنه، برضه هو هيتحاسب لوحده وانت هتحاسب لوحدك. يا ليتني قدمت لحياتي. ربنا يا رب يجمعنا جميعا يا رب في الفردوس الاعلى. شفنا مع بعض في التقرير اللي فات ان مؤسسه عمر ابن عبد العزيز تم استئجار قطعه 30 فدان، ربنا يا رب يجعله في ميزان حسنات كل الناس اللي بتساهم وبتواصلوا مع المؤسسه. دلوقتي ايضا هنشوف تقرير عن مسجد التوحيد اللي هو موجود في قريه 6 ابو الهول مركز صان الحجر بمحافظه الشرقيه، والمسجد زي ما قلنا قبل كده ان هو مغلق هندسيا. هنشوف التقرير ونرجع نكمل معكم باذن الله في دنيا ودين. أدعو جميع من يسمعني، أدعو أمة محمد أجمعين، أدعو ذوي القلوب الرحيمة إلى التبرع لبناء هذا المسجد، لإعادة بنائه من جديد بعد أن تخرب وتهدم وأصبح لا يصلح للصلاة. من هذا المكان أطلب منكم الصدقة، فقد قال الله لحبيبه المصطفى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير لها من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. قال صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون لهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. اسمع يا من معك المال، يا من تستطيع أن تساهم في بناء المسجد، يا من تسمعني، ماذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي؟ قال: المال مالي والأغنياء وكلائي والفقراء عيالي، فإن بخل وكلائي بمالي على عيالي أذقتهم وبالي ولا أبالي. مش لاقيين مكان نصلي فيه، فاحنا عاوزين الجامع يتبني ونصلي فيه. انا عايز الجامع يتبني عشان نحفظ في القران ونقوم الصلاه ونصلي فيه في رمضان ونصلي صلاه العيد. عايزين الجامع يتبني عشان نصلي فيه، نصلي جماعه مع بعضنا، وعايزين نقرا فيه قران. بنيجي نصلي العيد مش بنلاقي مكان نصلي فيه، ولا في رمضان ولا في اي صلاه خالص. احنا بندعي كل اخواتنا في الخير ان هم يتضرعوا لبناء المسجد، لان زي ما احنا شايفين من الصور اللي تظهر في الفيديو ان المسجد بقى له 10 سنين مشرك ومقفول، والقريه ما فيهاش الا المسجد ده بس، يعني كل اللي هنا زوايا صغيره. بنيجي نصلي جنازه، بنيجي نصلي الجمعه، نصلي صلاه التراويح، اي صلاه كبيره ما بنلاقيش مكان نصلي فيه، وبالفعل الناس بتصلي في الشارع. زائد ان الاطفال دي ما فيش مكان ان هم يحفظوا فيه قران. شفنا مع بعض كلنا تقرير عن مسجد التوحيد في قرية 6 أبو الهول مركز صان الحجر بمحافظة الشرقية. أجمل موقف ممكن لما نيجي بعد فترة كده إن شاء الله وربنا يدينا العمر والصحة في القريب العاجل، ونروح إن شاء الله نصلي في مسجد التوحيد. وقول دايما اللي عايز يتواصل مع مؤسسة عمر ابن عبد العزيز من خلال الأرقام اللي موجودة على الشاشة. مرة أخرى اسمحوا لي أرحب بضيف الغالي والجليل الشيخ عيد إسماعيلي. أهلا بك يا مولانا. أهلا وسهلا سيدي. كلامك رائع، وزي ما حضرتك بتقول قبل التقرير قد إيه إن الإنسان يعني، وزي ما قال التقرير، لو عنده حتى وادي عايزهم يبقوا اتنين طبعا. ولو هم ثلاثة طبيعة البشر كده مولانا أصلا؟ طبيعة الإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وتحبون المال حبا جما. يحب جمع المال. وذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول لك: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المفلحون هم الذين يعني باعوا الدنيا وطلقوا الدنيا، لا مانع أن تعيش طبعا.
طبعاً. ولا مانع أن تتنعم، إن الله يحب أن طبعاً. يرى أثر نعمته على إيه؟ على عبده. صحيح. لكن في نفس التوقيت لا تنسى هؤلاء المحرومين، ولا أيوة. تنسى الأيتام، ولا تنسى بيوت الله التي تهدمت وتحتاج إلى من يمد لها يد الخير ويد الرعاية. لا تنسى أنك في النهاية تغرس في أرضك. صحيح. التي تنبت. صحيح. في الآخرة. ربنا يكرمك يا مولانا. استأذنك يا شيخ عيد ونستأذن المشاهدين المحترمين، هنروح لفاصل ونكمل معكم بإذن الله في دنيا ودين. أهلا بحضراتكم مرة أخرى في دنيا ودين. قبل الفاصل شفنا مع بعض تقرير عن مسجد التوحيد اللي موجود في قرية 6 أبو الهول مركز صان الحجر بمحافظة الشرية. المسجد مغلق بقاله 7 سنوات بأمر من وزارة الأواف، ومتاح ومباح لإعادة بناء المسجد مرة أخرى، تمام، قانونيا وكل شيء تمام، لكن الموضوع محتاج جهود الناس اللي بيتفرجوا علينا إن هم يساهموا في بناء بيت من بيوت الله. الطريقة أو الآلية هتيجي لمحمد محفوظ؟ لا، مش هتجيلي. هتيجي للشيخ عيد إسماعيل النوار النهاردة في دنيا ودين؟ لا برضو. في أرقام حضرتك موجودة على الشاشة، هتتواصل معهم، لأن قبل الفصل النهاردة قبل ما أجي البرنامج طفل والله والده ربنا يحفظه أستاذ محمد البشبيشي لقيته بيكلمني بيقول لي من دمياط ابن عمر عايز يتبرع، فيتبرع ازاي وايه الاليه؟ قلت له والله يا استاذ محمد ان في ارقام بتظهر على الشاشه تقدر تتواصل معنا، هيبعتوا لك المندوب او هيقول لك ايه الاليه بالظبط. طيب بعض الناس اللي بيحبوا دايما يشوفوا صوت وصوره تقدر تروح للمكان، مسجد التوحيد موجود زي ما نقول مره اخرى قريه 6 ابو الهول مركز صان الحجر بمحافظه الشريه، وربنا يا رب يجعله في الميزان، اللهم امين. اسمحوا لي مره اخرى ارحب بضيفي الغالي والجليل الشيخ عيد اسماعيل من علماء الازهر الشريف. اهلا بك يا مولانا. اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا بك ويا اهلا بكلامك اللي بيوصل وبيمس القلب والله. ربنا يرضيك ويبارك في عمرك ويجبر خاطرك. ربنا يسعدك يا رب. صلى الله عليه وسلم. ربنا يخليك. قبل الفاصل شفنا مع بعض من خلال مؤسسه عمر ابن عبد العزيز الناس بتناشد اهل الخير التكاتف في بناء مسجد التوحيد واعمار مسجد حاجه زي كده، واكيد الصوره كانت واضحه للناس ان هو بالفعل محتاج احلال وتجديد. يعني لا اجد اعظم من ان اقول هذه هدية ومنحة ربانية لمن أراد أن يوقف وقفا خيريا طوال العمر. وقفا خيريا طوال العمر، لأنه هذا المسجد الذي يحتاج إلى التأسيس ويحتاج إلى إعادة الترميم وإعادة البناء مرة أخرى سيظل بإذن الله تبارك وتعالى شاهدا لك أمام الله سبحانه وتعالى بأنك وضعت فيه ما وضعت عمرا طويلا. ولعلي أذكر هنا قصة جميلة عن امرأة عجوز مرت يوما على مسجد من المساجد وهو يبنى، وجاءت بحجر، حجر واحد، تمام، ووضعته فيه بنية أن تساهم في هذا البناء، وتركته وانصرفت. قام العمال وأخذوا هذا الحجر من ضمن الأحجار ووضعوه في المسجد وتم بناء المسجد. الرجل الذي أسس وبنى هذا المسجد كان قد أخذ عهدا على نفسه أن يتكفل به كاملا. تمام. يعني إن شاء الله، يعني أظن إن شاء الله في من يشاهدنا الآن من تراوده هذه الفكرة يقول لك أنا مستعد إن شاء الله أقوم بهذا المسجد وحدي. تمام. وأنا يعني أعلم كثيرا من هؤلاء الصالحين الذين يحبون أن يستأثروا بهذا الخير. فالرجل قال للعمال وللمهندسين وكذا وكذا لا أحب أن يشاركني في هذا الخير أحد، هذا وقف وصدقة جارية عني وعن والدي وأولادي وكذا وكذا. المهم أنه بعد أن تم البناء وتم افتتاح المسجد وتمت الصلاة فيه رأى رؤيا أنه أدخل الجنة برحمة الله. برحمة الله. برحمة الله، ما فيش حد يقدر يقول أدخل الجنة بعمل. طبعا طبعاً. كلكم يدخل الجنة برحمة الله. فقالوا ولا حتى أنت يا رسول الله؟ قال ولا حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة من عنده. يبقى ما فيش أي حد يقول طبعاً. إني أنا ضامن الجنة ولا فلان ضامن الجنة ولا كيت. وذلك عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما قالت إحدى يعني النساء يوم وفاته رحمك الله فأنت من أهل الجنة، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك. لا يعرف أهل الجنة وأهل النار إلا من؟ صحيح. الواحد القهار الله. سبحانه وتعالى. علشان كده أنا بكون حزين يا مولانا لما بلاقي حد بيحكم على فلان أو فلانة يقول لك لا ده راح النار وكأن هو اللي معاه صك مفتاح الجنة. لا. هو اللي يدخل مين ويخرج مين يعني إطلاقا. يعني أنا بالأمس والله أحد الشباب
وكنت أمر بجواري برج القاهرة. تمام. فأول ما شاف البرج كده سبحان الله تبادر إذن، قال أنا افتكرت الولد اللي انتحر. صحيح. حماه الله تعالى ونط من هذا المكان وكذا وكذا. فعم الشيخ مش ده لسه هينطق كلمة الكفر؟ قلت له توقف. تمام. لا يستطيع أن يحكم على إنسان أنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا الله سبحانه وتعالى. صحيح. ونعم بالله الكل حتى هذا بشهادة العلماء ونعم وبإجماع الأمة. تمام. فرأى أنه دخل الجنة برحمة الله. تمام. وأدخل قصره، عرف قصره، فلما دخل القصر وجد أنه متاح له كل الغرف في الجنة إلا غرفة واحدة. جميل. فقال لماذا وضعتم قفلا على هذا الباب ومنعتموه عني؟ قالوا ليست ملكك. ملك من؟ قالوا ملك امرأة مرت بالطريق فوضعت حجرا في بناء هذا المسجد. يا الله يا الله. قام الصبح مفزوع. والمفترض ان هو يفرح انه ما شاء الله يعني بشارة بالجنة. تمام. لكن الرجل حزين على الغرفة اللي ضاعت منه. سبحان الله. ذلك يعني السادة المشاهدين اللي بيشوفوني دلوقتي، تخيلوا انكم من اهل الجنة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كده، ليس يتحسر اهل الجنة في الجنة على شيء الا على ساعة مرت دون ان يذكروا الله فيه. لا اله الا الله. يعني اهل الجنة كمان بيتحسروا على خير ساعة. صحيح. خير فاتهم. عملوا خير كتير ودخلوا الجنة. تمام. وضامن ان هم يروا وجه الله سبحانه وتعالى. لسه الاستمرارية. لكن هم في لحظات كده حسوا ان هم لا ما طلعتناش بالندم اللي كنا عايزين. بالندم. ندم. فتخيل ان انا لما اشوف خير زي كده النهارده وما اشاركش فيه واجي يوم الايام اقول يا ليتني قدمته لحياتي. هي دي الحياه. صحيح. الحقيقيه. ما هي الحياه اللي احنا عايشينها دي؟ تمام. مش هي دي الحياه؟ ربنا قال كده وان الدار الاخره لهي الحيوان ولو كانوا يعلمون. اللي هي الاخره. الاخره مش الدنيا. صحيح. هو ادرك ان هو هذه لم تكن الا يعني فتره قصيره جدا، كرجل مر في طريق فاستظل بظل شجره ثم انصرف، بس هي دي الدنيا. سبحان الله. فالخير ده هو اللي قاعد بعد كده. فعمل اجتماع مع المهندسين والعمال، قال لهم تعال فين في حد حط حجر في قلب المبنى؟ قالوا في ست عجوز كانت ماشيه كده فحطت حجر. قال لهم هاتوها لي من تحت الارض. ظل يبحث عنها حتى وجدها. جميل. اول ما شافها قال لها تعالي بكم تبيعيني الحجر الذي وضعتيه في هذا البيت هذا المسجد؟ قالت والله ولا بملايين الدنيا، فاني رايت الذي رايت. يا الله يا الله يا الله. والله هذه يعني رحمة ربنا يجمعنا يا رب خير. جميعا في الجنة. ربنا يكرمك يا شيخ عيد. أشكرك شكرا جزيلا، نورتنا في دنيا ودين. شكرا حبيبي. وأعتقد الكلام يعني مش محتاج لتفسير ولا محتاج أي حاجة، لأن أنا متأكد أنه واصل للمشاهدين المحترمين. كان معنا مسجد التوحيد قرية 6 أبو الهول مركز صان الحجر محافظة الشارقة. بإذن الله زي ما قال الشيخ عيد يجي حد كده ويقول لك أنا متكفل بيه بإذن الله. إن شاء الله. أشكركم شكرا جزيلا، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.